السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، ومرحبا بكم في اللقاء الخامس لمقرر الإلكتروني كوميرس أو الإي كوميرس التجارة الإلكترونية. المحاضرة الماضية تكلمنا عن أساليب الدفع في التجارة الإلكترونية، وتكلمنا عن البطاقات الإلكترونية وخلافه، ثم تحدثنا عن احتياطات الأمن والسرية والسلامة. اليوم إن شاء الله ننتقل إلى موضوع جديد وموضوع مهم وحيوي ولا يقل أهمية عن الموضوعات السابقة، هو إدارة العلاقة مع الزبائن أو ما يعرف به الذي يختصر بـ CRM الـ Customer Relationship Management، إدارة العلاقة مع الزبائن. ونحن الكل يعلم أن الزبون أصبح مهم بصورة لا يمكن تخيلها، وهذا الأمر ليس فقط في التجارة التقليدية إنما أيضا في التجارة الإلكترونية. كيف نحن نستطيع أن ندير علاقاتنا مع الزبائن بطريقة إلكترونية؟ CRM هو اختصار لـ C للـ Customer والـ R للـ Relationship والـ M للـ Management، Customer Relationship Management. إن إدارة العلاقة مع الزبون يا إخوان ويا أخوات هو أسلوب يمكن من خلاله أن نقدم خدمتنا للزبائن، والهدف منه أن نبني علاقة ثابتة وطويلة الأمد مع الزبائن للاستفادة منه. وهذا الأسلوب يعتبر الزبون هو الأساس في أي نشاط أو أي عمل، وأن نجاح المنظمة بصورة أساسية يعتمد على مدى فاعلية العلاقة مع الزبائن. وبفضل هذا الأسلوب الـ CRM تحول النشاط التسويقي من التركيز على المنتج أو الخدمة إلى التركيز على الزبون، لأن في يوم من الأيام كانت المنظمات تركز على الخدمة أو السلعة، لكن الآن بدأت تركز على الزبون بصورة أكبر وتهتم به وتلبي احتياجاته من خلال تأسيس علاقة ثابتة وطويلة الأمد معه، مما ينمي ولاءه وتمسكه بالمنظمة ويعززهما. ومن الأمثلة على ذلك البطاقات التي توزعها المخازن الكبيرة ومن خلال إعطاء نقاط لكل عميل، وعند تجميع عدد كبير من هذه النقاط يحصل الزبون على هدايا تسجيل. إذا عندنا الآن البيع من خلال الشبكة في اكتساب وخلافه من المنظمة. طيب، هذه مقدمة يا إخوان وإخوات عن الإدارة، إدارة العلاقة مع الزبائن في التجارة الإلكترونية أو ما يعرف بالـ Customer Relationship Management. إدارة العلاقة مع الزبون عبر الإنترنت نسميها ECRM، نضيف E تبقى Customer Relationship Management. ويقصد بالإدارة الإلكترونية للعلاقة مع الزبائن أن نستخدم الإنترنت، وإحنا عرفنا الإنترنت أو الإنترانت، وعرفنا الإنترانت شنو أو الإكسترانت، في تنفيذ عمليات خدمة الزبائن بحيث تكون هذه الخدمة التي نقدمها للزبائن أكثر فاعلية وكفاءة. فمن خلال تقنيات الإنترنت يمكن إدخال معلومات الزبائن بسهولة إلى تطبيقات التسويق والبيع والخدمة بالنسبة للزبائن وتحليلها. يعني أنا ممكن إيزي جدا من خلال الشبكة أحصل على معلومات الزبائن وأحللها، ويكون عندي ملفات عن الزبائن أو بروفايل عن الزبائن. وهذا الأسلوب أضحى في عالم التجارة الإلكترونية شرط هام للبقاء، ليس مجرد ميزة تنافسية. يعني أنا عشان أهتم بالزبون ليس الهدف منه فقط ميزة تنافسية، لا، بل عبارة عن شنو يا جماعة، شرط هام أن الزبون يظل باقي معنا في المنظمة. فالمفهوم هذا توسع ليشمل مستوى الخدمات الأساسية والتركيز على الزبون وخدمات القيمة المضافة وخلافه من الأنشطة التي تقدمها المنظمات بصورة أساسية. طيب، نحن لو جينا دايرين نشيف التسويق التقليدي ركز على الفور بيسز، هو البرودكت برايس بليس بروموشن، والتسويق الجديد الفور سي اس ركز على الكاستمرز نيدز اند وونتس، احتياجات وطلبات الزبون
الكوست تو ذا كاستمر اصبحوا بالنسبه للزميل الكومباينز والملائمه كوميونيكيشن اقواس. فيبقى نحن عندنا التسويق التقليدي بركز على شلاله رؤسنا. نحن قلنا التسويق الالكتروني بركز على الزبون باعتبار شو يا جماعه الاساس في اي نشاط انتاج. التسويق التقليدي بركز على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركه ويقول والله انا من خلاله مستطيع ان اؤثر على الزبائن او يركز على برايس يضع اسعار في متناول الجميع ويظن ان بهذه الاشياء قد يستاثر على هؤلاء الزبائن او من خلال ايجاد منافذ للتوزيع سياسه التوزيع او من خلال البروموشن والعروض وخلافه. هذا افكار جاءت بها المدرسه التقليديه في التسويق. لكن المنهجيه الجديده بتركز على احتياجات متطلبات الزبون. بمعنى ان احنا يا جماعه قبل ما ننتج المنتج او الخدمه ينبغي ان نتعرف على حاجات ومتطلبات الزبون. وش الزبون يبي وما هي الاشياء التي يبيها، اي بمعنى ان اعمل له تخصيص ثم كستمايزيشن تفصيل. ايضا ينبغي ان نراعي الكلفه، بمعنى ان ننتج منتجات في متناول يد الزبائن من خلال تقليل تكاليف الانتاج والتشغيل. ايضا ينبغي ان يكون المنتج ملائم من حيث الشكل، من حيث الوزن، من حيث اللون، من حيث الجوده وخلافه. أضف إلى ذلك التسويق الحديث يركز على، والتسويق الإلكتروني يركز على التفاعلية أو الكوميونيكيشن أو التواصل بصورة أساسية، بمعنى أننا نتواصل مع الزبائن من خلال غرف الدردشة، من خلال الإيميل، من خلال الإس إم إس، ومن خلال الواتساب، إنستغرام، سناب شات، كل وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تصبح منصات يمكن من خلالها أن نتفاعل ونتواصل مع الزبون، نطرح الأفكار وخلافه. فيبقى لاحظتوا أن هناك بون شافع ما بين الالكترونيك كاستمر ريليشنشيب مانجمنت فيما يركز وفيما يتعلق بالتسويق التقليدي يركز على ايش. طيب يعني لو جينا نحن نعمل تحليل لمعطيات التسويق الالكتروني والتقليدي نجد ان الاهتمام من قبل الزبائن بالاستبيانات الموزعه والكوبونات، في حاله الكوبونات الكترونيا نستسهل جمعها وتحليلها والتعامل معها ثم الحصول عليها، يعني وتقريبا اذا كانت الكوبونات تقليديه ورقيه فان 90% من الاستمارات والاستمارات يتم اهمالها، يعني بنسبه 2%. وهذا الامر يا جماعه لا 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 يمكن من خلاله ان نتوصل على معلومات يمكن ان نستفيد منها في معالجه قضايا الزبائن. ايضا اذا وجهنا اسئله الى الزبائن بطريقه الكترونيه بطريقه تقليديه نجد ان 1% فقط يمكن ان يجاب عليها من خلال الطريقه التقليديه، وان الزبائن ركزوا ان يجيبوا من خلال الوسائل الحديثه الالكترونيه بصوره اساسيه. اضف الى ذلك كلفه خدمه الزبون، اذا جينا عملنا مقارنه ما بين التسويق التقليدي والتسويق الالكتروني نجد كلفه خدمه الزبون من ناحيه تقليديه مثلا عندنا الكول سنتر يعني تكلفته تكون اكبر بستة مرات مما نحن نتعامل مع الزبون من خلال الاس ام اس او الايميلات او من خلال الاساليب الاخرى الوسائل التواصل الاخرى ان كان الفيس او تويتر او سناب شات او واتساب وخلافه. يعني نحن لو جينا عملنا مقارنه بين نحن نخدم الزبون من خلال الكول سنتر ومن خلال الادوات الالكترونيه الانترنت وما فيه من ادوات للتواصل نجد ان تكلفه الزبون من ناحيه تقليديه تفوق تكلفه الناحيه الالكترونيه 6 مرات. طبعا شيء طبيعي الشركات تلجا للجانب الالكتروني لتقليل التكلفه. طيب احنا برضو تكون كلفه الحصول على ربح من زبون جديد اكبر ب 10 مرات من كلفه الحصول على ربح من زبون موجود يا جماعه سابقا، بمعنى ان احنا اذا استطعنا من خلال الشبكه ان نتواصل ونوجد زبائن جدد قد نرفع من شنو ربحيه المنظمه. عشان كده يا جماعه حتميا على الشركات ان تعمل على معرفة ودراسة سلوك الزبائن وحاجات الزبائن ومتطلبات الزبائن وتصبح هذه المعطيات وهذه المتطلبات وهذه الحاجات التي يرقى فيها الزبون جزء من الانتاج ان كان للسلعة او الخدمة بصورة اساسية. عندنا انماط العلاقة عندنا انماط العلاقه مع الزبائن فيما يتعلق بالكاستمر ريليشن شيب مانجمنت. ففي هذه الفقره سوف نتناول
تعريف اداره العلاقه مع الزباين، وايضا نتعرف على اجراءيه الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، وايضا نتعرف على انماط التحليليه بالنسبه لعمليه الاداره مع علاقه الزباين. ثم يا جماعه نتحدث عن ادوات وفوائد اداره العلاقه مع الزباين بصوره اساسيه. طيب الناس اللي عندهم مذكره خيال عندهم شكل موجود بتحدث عن لدينا شكل يتحدث عن العلاقه مع الزباين يرمز اليه بالسي ار ام. اول حاجه يا جماعه يتوجب على الشركه ان يكون لديها تفاعل كافي مع العميل، اي بمعنى تتواصل مع العميل من خلال اكثر من اداه او وسيله. ليه؟ عشان تتحصل على المعلومات الكافيه من العميل، لانه يا اخوان احنا اذا اردنا ان نتعامل مع الزبون ينبغي ان تكون لدينا معلومات تفصيليه وكافيه عن العميل بقدر شنو يا جماعه نتعامل معه بصوره اساسيه. وهذه المعلومات لابد من يا جماعه جمعها وتحليلها، ومن خلال الاجابه على الاسئله كلها نستطيع ان نتعرف على رغبات العملاء وحاجات العملاء والاشياء التي يطلعون عليها، ثم نوجدها في تلك المنتجات والخدمات. ايضا لا نتجه فقط لدراسه العملاء فحسب، انما ايضا نتجه لدراسه شنو يا جماعه السوق، ولمعرفة ما هو معروض في السوق، ومعرفة المنافسين، ومعرفة شروطهم ومنافذ التوزيع، حتى الأمر يكون مكتمل. لدينا خلفية عن الزباين، ولدينا خلفية عن السوق، بعد عندما ندخل السوق بمنتج أو بخدمة يكون عندنا معلومات كافية، ما هي الأسواق، ما هي المنافسين، ما تطلبه الأسواق، من هم المنافسين الحاليين، من هم المنافسين اللي ممكن يكونوا في المستقبل، ايش يجد الزبون. فهنا تكتمل العلاقه، وكل هذه الامور يا اخوان بتتم من خلال الجانب الشبكي. وقلنا هنا بنستخدم الانترنت والاكسترانت والانترانت في تعامل مع الزبون في ايصال الفكره ومعرفه حاجاته ومتطلباته بصوره اساسيه. طيب الكاستمرز ريليشن شيب مانجمنت تفتح مجال امام عناصر البيع لتحقيق مجموعه من الاهداف. يعني نحن ليش بنلجا لاداره العلاقه مع الزبائن بطريقه الكترونيه؟ واحد، انا من خلال بناء علاقه مع الزبائن بطريقه الكترونيه نستطيع ان نبني سجلات العملاء. طيب انا ساديكم مثال تقليدي جدا، لو مشيت الى اسواق كارفور او العفيم او خلافه او بن خير باندا وخلافه من الشركات الكبرى التي تعمل في المملكه العربيه السعوديه، تجد ان هناك بطاقات تعطى للاشخاص، بطاقه اكتساب وخلافه، وهذه البطاقه يا اخوان قبل ما تاخذ البطاقه بتطلب منك معلومات اساسيه، مثلا بتطلب منك مهنتك، دخلك السنوي، الايميل بتاعك، رقم التليفون. ليش الحاجات دي؟ لانه دي يا جماعه بينشئوا ملف باسمك ويطلب كل المشتريات اللي تشتريها بتنزل في ملفك. بعدهم عندما ياتوا ليعملوا دراسه عن الزباين فبدرسوا حاجات الزباين من خلال الملف، فيبدا اداره العلاقه مع الزباين ان احنا من خلالها نستطيع ان نبني سجلات العملاء. ونحن اذا بنينا سجلات العملاء وعملنا بروفايل او لوك فايل بالنسبه للزبون نستطيع ان ندخل الى ملف الزبون ونتعرف عليه، بعد ذلك نعمل له عروض يعني تشجيعيه، اذا ظهرت جزء من المنتجات التي يبقى فيها نعمل له اعلان متخصص ليه هو لوحده وهكذا. دي فوائد. ايضا اداره العلاقه مع الزباين بطريقه الكترونيه نستطيع من خلالها ان ندير المبيعات والحسابات بطريقه الكترونيه، وهذا يساعدنا في اجراء المقارنات مبيعات السنه هذه بمبيعات السنه الماضيه، مبيعات ست شهور للسنه هذه بمبيعات ست شهور التي تقابلها في السنه الماضيه، ودي كلها مؤشرات يمكن من خلالها ان نتعرف على ما يمكن ان يحصل عليه الزبون. ايضا يعني ممكن اداره البرامج الخاصه بين العملاء كلها يمكن تتم من خلال الكترونيك كاستمر ريليشن شيب مانجمنت. ايضا ارسال نتائج المبيعات وتقارير الانشطه الى مخزن المعلومات ليجري استخدام هذه المعلومات من قبل الجهات اللي بتتعامل مع الشركه ان كان مساهمين او موردين او خلافه. ايضا نستطيع ان ندير العلاقه مع العميل الكترونيا، وهذا يعطي جانب ايجابي فيما يتعلق ب سجل كافي وشافي ووافي فيما يتعلق بالزبون من حيث عنوانه، من حيث دخله، من حيث من حيث رغباته، من حيث الاشياء التي يشتريها،
ودي كلها تديني مؤشرات انا يعني بالنسبه لي ده بيكون كتاب مفتوح لانه عارفه بيحب ايه وبيشتري ايه وبيشتري متى وبيشتري في الشهر بكم، وكل هذه الاشياء تمكنني ان اضع سياسات تتناسب الزباين. وايضا من خلال اجرائيه الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت نستطيع ان نعزز علاقاتنا مع الزبون ونحتفظ على الزبون، وايضا من خلاله نستطيع ان نتعامل مع زباين جدد. طيب عندنا المميزات الاساسيه لاداره العلاقه مع الزباين بطريقه الكترونيه الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت. اول شيء من المميزات الاساسيه لادوات العلاقه مع الزباين هو بناء قاعده معلومات حول الزبون. يعني انا بكون عندي معلومات لجماعه تفصيلي عن الزبون، دخله السنوي يعني انا مثلا اقول والله مرتبي 10,000 ريال اضربت اطمار 120,000 ريال، طيب الزبون ده بيشتري ايش؟ عنوانه ايه؟ الايميل بتاعه ايه؟ تليفونه ايه؟ بيحب شنو؟ بدخل المول بيشتري شنو؟ كل هذه الاشياء بتكون مرئيه لانها بتنزل في ملف الزبون من خلال تلك البطاقه التي نسميها بطاقه اكتساب مثلا على سبيل المثال عند اسم. ايضا من المميزات الاساسيه لادوات الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت السماح بالولوج الى معلومات الزبون والمعلومات الموجوده لدى الشركه بشكل عام من قبل الجميع، اي الجهات التي تتعامل مع الشركه، الموردين، المساهمين، الزباين، العملاء، يمكن يا جماعه نتعرف على هذه المعلومات. ايضا من المميزات الاساسيه لادوات الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت ضمان التوافق ما بين متطلبات الزبون وخطه العرض المقدم له، يعني انا ما بقدم عرض للزبون اي نوع من العرض، لان يا جماعه الزبون اذا تدي عروضه مثلا انا اصلا ما حصل اليوم اشتريت من المول مثلا نظاره او ساعه يد او عد، فما في داعي تعمل لي عروض بتاعت ساعات او عطور او خلافه، دي الا يكون يعني اعلان عام، لكن تعني لي الاشياء التي انا بحب اشتريها دائما اذا كان فيها عروض، اذا كان فيها وفره وخلافه. ايضا نستطيع ان نجري تسليق للمدفوعات برضه من خلال الملف الذي تم تكوينه للزبون. فنحن نستطيع ان نقول والله ان الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت هي لها جمله من الفوائد نستطيع ان نجملها في اربع فوائد رئيسيه من خلالها نستطيع ان يكون لدينا تسويق افضل، معلومات افضل، انتاجيه متطوره، عناوين سليمه وشامل عن الزبائن بصوره اساسيه. هذه الامور المتعلقه باداره العلاقه مع الزبائن بصوره اساسيه. طيب الموضوع الثاني الذي نحن الان بصدد مناقشته هو اداره سلسله الموردين الالكترونيه، وهذه عندها رمزيه بنرمز اليها بالاس سي ان. ويا اخوان ويا اخوات لا بد ان نفرق ما بين اداره العلاقه مع الزباين بطريقه الكترونيه هي دي سي كاستمرز ار ان CRM Customer Relationship Management، وإذا ضفنا لها E بتبقى Electronic Customer Relationship Management. طيب SCM هي Supply Chain Management، إدارة سلسلة الموردين إلكترونيا تسمى Supply Chain Management. Supply Chain Management هي إدارة سلسلة الموردين بطريقة إلكترونية. طيب احنا لو جينا دايرين ندي ديفينيشن او تعريف بالنسبه لمفهوم سلسله التزود او سبلاي تشين مانجمنت. اول حاجه يا اخوان الالكترونيك سبلاي تشين مانجمنت تهدف الاداره الالكترونيه لسلسله التزود بمساعده المنظمات في تحسين كفاءه عملياتها التي تقوم بها وعلاقتها مع المنظمات الاخرى. المنظمات المورده مثلا مع المنظمات الزبائن، يعني احنا بنهتم ب سبلاي تشين مانجمنت بقدر يا جماعه تحسين كفاءه اداء عمل المنظمه مع المنظمات التي مورده لها المنظمات اللي بتبيع لها الماده الخام والمنظمات التي تبيع لها السلعه
الخدمات ومنظمات الشركة. وهذا يعني أن إدارة سلسلة الموردين تهتم بتدفق العمليات داخل المنظمة وتنسيقها مع عمليات توريد المواد والأجزاء التي تستخدمها المنظمة في عملياتها. فيبقى عندنا تعريف نقول والله سلسلة الموردين نصب فيها متتالية الموردين الذين يساهمون في إنتاج وتسليم سلعة أو خدمة إلى مستخدم النهائي. أو ندي تعريف آخر نقول والله يقصد بسلسلة التزويد هي مجموعة من العمليات المتصلة بالتدفق شنو؟ مجموعة من العمليات المتصلة بتدفق المواد والمعلومات والأموال والخدمات من الشركات المزودة إلى الشركات المستهلكة أو المستهلكة وصولا إلى المخازن ومنها إلى الزبائن. يعني نحن نقول والله سلسلة التوريد نصب بها مجموعة العمليات المتصلة بتدفق المواد والأموال والمعلومات والمادة الخام من الشركات المزودة إلى الشركات المستهلكة وصولا إلى المخازن منها إلى الزبائن. فيبقى هذه التدفقات material flow وفاينانس وانفورميشن هي شنو يا جماعة؟ النشاط الأساسي لسلسلة التوريد، هي عبارة عن تدفق يعني مجموعة من العمليات المتصلة بتدفق المواد والمعلومات والمال والمادة الخام من الشركات المزودة إلى الشركات المستهلكة وصولا إلى المخازن ثم منها إلى الزبائن. طيب الهدف الأساسي من هذه السلسلة هو يساعد المنظمات في تخفيض التكاليف وتحسين قدراتها على المنافسة. ليش بتحسن أداء المنظمات وقدراتها على المنافسة؟ لأنها تستطيع أن تستخدم التقنية بتاعت المعلومات وبشكل خاص الإنترنت، ويطلق على هذه العملية شنو؟ سلسلة التزويد الإلكترونية أو Electronic Supply Chain Management، ويقصد بسلسلة التزويد التي تدين إدارات إلكترونية أي باستخدام الإنترنت وشبكة الويب بصورة أساسية. طيب في حاجات بتتم في سلسلة التزويد، إما تكون سلسلة التزويد صاعدة، صاعدة دي معناها شنو يا جماعة؟ عمليات الشراء والإمداد. سلسلة التزويد الداخلية هي المرتبطة بالإنتاج. سلسلة التزويد الهابطة هي المهتم بالتوزيع والتخزين وخلافه من الأنشطة. طيب من يشيل سلسلة التوريد الداخلية؟ تتألف هذه السلسلة سلسلة التوريد الداخلية لشركة ما من تدفق المواد والمعلومات والأموال بين الشركة وشركائها المباشرين في العمل. طيب احنا لو جينا ضربنا مثال تدفق المواد، احنا ما قلنا هي مجموعة العمليات المتصلة بتدفق المواد والمعلومات والأموال والمادة الخام من الشركات المزودة إلى الشركات المستهلكة وصولا منها إلى المخازن ثم إلى الزبون. تدفق المواد دائما ببدأ من وين يا إخوان؟ الماتيريال فلوس. تدفق المواد يبدأ من الجهة أعلى جهة بدوري المصنع أو المورد الأول ثم إلى المصنع ثم إلى المصنع أو المصنع ثم إلى تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة ثم إلى الزبون. هنا تدفق المواد بتتم هذه الكيفية، المورد الأول هو صاحب المادة الخام ثم إلى المصنع هو الجهة التي تتولى عملية التصنيع ثم إلى تاجر التجزئة أو تاجر الجملة هو الذي يتولى تصنيف البضائع إلى تاجر المفرغ ثم تاجر المفرغ يتولى توزيع البضائع إلى أو السلعة أو الخدمة بالنسبة للزبون. هذا تدفق المواد. تدفق المواد ببدأ من أعلى حتة من المورد الأول. لكن نجي نشوف تدفق المال. تدفق المال عكسي. تدفق المال ببدأ من الزبون إلى أن يصل إلى المورد الأول. المورد الأول لا يدفع مال، إنما يدفع مادة خام. لكن الزبون كيف؟ طيب نحن نشوف سلسلة تدفق الجانب المالي. أول حاجة يا جماعة تاجر المفرغ أنا كزبون بدفع عليه وبيسحب كده يا جماعة السلع، صح ولا لا؟ وتاجر المفرغ بيدفع الفلوس دي إلى تاجر الجملة بيشتري منه المادة الخام وبيسحب، وتاجر الجملة بيدفع إلى المصنع بيسحب. والمصنع يا جماعة لا يمكن أن يتحصل على المادة الخام ما لم يدفع إلى المورد.
فبتدفق الماء بيبدا من الزبون الى ان يصل الى المورد الاول. تدفق المعلومات هو مزدوج، قد يبدا من المورد ثم الى المصنع ثم الى تاجر الجمله ثم الى تاجر المفرغ الى ان يصل الى الزبون، او يبدا بصوره عكسيه، يبدا تدفق المعلومات يبدا من الاستفسار والاسئله من قبل الزبون ثم من الزبون لتاجر المفرغ، تاجر المفرغ يستفسر من تاجر الاجمالي، تاجر الاجمالي معلومات الى تاجر المصنع، المصنع الى شنو يا جماعه؟ المورد. هذه هي الطريقه التي تتم بها عمليه تدفق المواد والمعلومات والاموال. طيب ما هي فرص العائدات الممكنه من الاعمال الالكترونيه وسلسله التوريد؟ طيب ما هي فرص العائدات الممكنه من الاعمال الالكترونيه وسلسله التوريد؟ طيب احنا بنستفيد شنو من الاعمال الالكترونيه وسلسله التوريد؟ اول حاجه مبيعات مباشره للزباين على مدار الساعه عن طريق الشبكه العنكبوتيه او عن طريق شنو يا جماعه؟ الانترنت، وايضا الدفع وخلافه يتم من خلال الشبكه، دي واحده من الفوائد او العوائد التي يمكن ان نتحصل عليها من الاداره الالكترونيه بالنسبه لسلسله التوريد. اثنين العمل على مدار الساعه، يعني العماله الالكترونيه بتساعدنا نحن كمؤسسات ان نعمل على مدار الساعه 24 ساعه او 25 ساعه كما نلاحظ بعض الاعلانات. يعني الان دي من اهم الفوائد التي يمكن ان تعود الينا من العماله الالكترونيه سلسله التوريد. مشاركة المعلومات، أي بمعنى أن الأطراف كلها التي تتعامل في هذا النشاط من حقها أن تتعرف على المعلومات، إن كان موردين أو عملاء أو تجار جملة أو تجار سجل أو زباين، يستطيع أن يدخل إلى داتابيس أو قاعدة البيانات ويتعرف على البيانات اللازمة. أيضا من الفوائد التي يمكن أن تعود من الأعمال الإلكترونية في سلسلة التوريد هو شنو يا جماعة؟ مرونة في وضع الأسعار والتخفيضات. يعني عادة نحن نضع الأسعار وقيرة ونخفض ونتعامل مع أكثر من طرف. أيضا خفض في أسعار السلع والخدمات، وهذا شيء طبيعي، أي نشاط إلكتروني بيعمل على خفض الأسعار لأن التكاليف التشغيل بتكون أقل من التجارة التقليدية. أيضا من الفوائد أو العائدات من الأعمال الإلكترونية في سلسلة التوريد هو زمن أكثر بالنسبه للمنتجات ان تصل للسوق، يعني مما ينتج المنتج لحد ما يصل السوق بيكون يا جماعه الفتره الزمنيه غير يعني ما بتاخذ زمن كبير، انما فتره زمنيه محدوده وقريبه. اثنين تحويلات ماليه فعاله، شيء طبيعي ما دام احنا بنعمل من خلال الشبكه، فان التحويلات الماليه ممكن تكون يا جماعه سهله ما فيها اشكاليه، والاهم من ذلك كله تقليص كلفة المنشآت، بمعنى أن المنشآت ليس عليها تكاليف إضافية، يمكن أن ليس للمنشآت تكاليف إضافية في عملية إنتاج السلعة أو إضافة سلعة شنو يا جماعة جديدة. هذه هي أهم العائدات من الأعمال الإلكترونية في سلسلة التوريد، عندنا المبيعات المباشرة، العمل على مدار الساعة، مشاركة المعلومات، المرونة في وضع الأسعار، تخفيض في الأسعار بالنسبة للسلع والخدمات، زمن أكثر للوصول إلى السوق، تحويلات مالية فعالة، تخليص كلفة المنشأة. طيب نشوف دور الأعمال الإلكترونية في سلسلة التوريد. دور الأعمال الإلكترونية في سلسلة التوريد. الأعمال الإلكترونية يا إخوان مرت علينا هذه الكلمة من قبل. قلنا نقصد بالأعمال الإلكترونية أو إلكترونيك بيزنس هذا النشاط الذي يتضمن عملية
البيع والشراء وتبادل السلع والخدمات عبر الانترنت، ونضيف عليها التعليم الالكتروني، التدريب الالكتروني، تقديم الخدمات للزبائن. بمعنى ان الاعمال الالكترونيه اوسع نطاقا واشمل من التجاره الالكترونيه، بل ان الاعمال الالكترونيه هي تتضمن التجاره الالكترونيه بصوره اساسيه. نجي نشوف دور الاعمال الالكترونيه في سلسله التوريد. واحد، معاملات التوريد التي يمكن القيام بها عبر الانترنت. يعني كل الأنشطة يمكن أن تتم من خلال هذه السلسلة. تقديم المعلومات عبر سلسلة التوريد، أي بمعنى المعلومات هذه تنتقل من عميل إلى تاجر التجزئة. العميل طبعا بيستفسر وبطلب بعض الأشياء، وتاجر التجزئة يمسك هذه المعلومات يرسلها إلى تاجر الجملة، تاجر الجملة يرسلها إلى المصنع، والمصنع يطلب من المورد أن يوفر له من السلع والخدمات التي تتوافق وحاجات الزبون. التفاوض برضو من دور الأعمال الإلكترونية في سلسلة التوريد، هو التفاوض مع الزبائن والموردين على الأسعار وعلى الوقود. المناقصات الإلكترونية إلكترونيك أكشن، والأسواق الإلكترونية ماركت بليس، والمزادات الإلكترونية إلكترونيك أكشن، بكلها أنشطة يمكن أن تتم من خلال الأعمال الإلكترونية في سلسلة التوريد. يعني نحن عندنا المناقصات الإلكترونية، يعني شنو نقصد بها المناقصات الإلكترونية؟ أنا أعطيكم مثال. المناقصة مثلا جامعة الإمام من خلال صفحتها تطلب أجهزة حواسيب بطريقة إلكترونية، وعلى الشركات لديها مقدرة أن تورد هذه الحواسيب أن تستلم كراسة العطاء وتقدم عروضها. بعد ذلك جامعة الإمام من الطريقة الإلكترونية تجمع كل العروض وتنظر إلى العروض وتختار افضل العروض. وهنا الاختيار يا جماعه في المناقصات لا يتم على اساس السعر، انما يتم على اساس المتطلبات التي تطلبها مثلا الجامعه في الحواسيب. بعد ذلك بتشيل نقوم بتشتري، يرسل عطاء لجهه محدده تشتري الحواسيب وترسل الى الجامعه. هذه مناقصه. المزادات عكس المناقصه. المزادات المؤسسه لديها سلعه او خدمه تبقى بان تبيعها من خلال مزاد علني، وهنا يرسل عطاء لمن يدفع اكثر. والمقاعد الالكترونيه هي عمليه استبدال بطريقه الكترونيه، لانه المقاعد الالكترونيه ما دام احنا المنتجات اللي عندنا او الخدمات اللي عندنا عندها تعب في السوق، نستطيع ان نحدد قيمه كل منها ويحصل استبدال بطريقه شنو يا جماعه؟ الكترونيه. وهذا النشاط كله يمكن ان يتم من خلال الاعمال الالكترونيه في سلسله التوريد. ايضا من دور الاعمال الالكترونيه في سلسله التوريد هو تمكين الزبائن من وضع الطلبيات. اي الاعمال الالكترونيه بتتيح للزبون ان يدخل الى الموقع، ثم شنو يا جماعه؟ يتعرف على السلع والخدمات، ثم يطلب السلع والخدمات بطريقه سهله ليس فيها اي نوع من الاشكاليه. ايضا من دور الاعمال الالكترونيه او الكترونيك بزنس في سلسله التوريد هو تمكين الزبائن من ملاحقه الطلبات. وهذه القضيه يا اخوان ويا اخوات بتشغل بالكم كثير جدا جدا. مثلا انت اشتريت لك تلفزيون من واشنطن من امريكا، ودار توصل الى مدينه الرياض، فعشان تطمئن قلبك لابد تكون هناك يا جماعه اليه يمكن من خلالها ان تتعرف على طلبه موقف وين. يقول لك والله الطلب الان مثلا تم الاستلام الطلب، تم تجهيز المنتج، يرسل لك صوره، او من خلال الموقع المحدد انت تمشي تشيل طلبه جوجل فين، ويروح طريقه الشحن وتشحن 200 ورقم البوليصه ويستلموا 200، وانت بتتابع في طلبك الى ان يصل الطلب اليك في مدينه الرياض. يعني وقت تكون ما عندك خبر لحد ما يضرب لك الباب ويضرب لك التليفون ويقول لك وصل الطلب، لا، انت عبر اليه محدده الكترونيه تستطيع من خلال الاعمال الالكترونيه ان تتعرف على ملاحق طلبك الى ان يصلك يا جماعه المنتج او السلعه او الخدمه. ايضا من ادوار الاعمال الالكترونيه في سلسله التوريد هو انهاء وتسليم الطلبات للزبائن. وانهاء وتسليم الطلبات للزبائن، وهذه نسميها نحن اكتمال دوره التجاره الالكترونيه. لانه يا جماعه نحن اذا ما سلمنا الطلبات للزبائن ما بكون التجاره الالكترونيه حققت اهدافها، او بكون شنو يا جماعه؟ لسه دوره حياه التجاره الالكترونيه لم تكتمل. تكتمل دوره حياه التجاره الالكترونيه
بتسليم الطلبات الى شنو يا جماعه؟ الزباين. وبعد ذلك بتتم عمليه الدفع. الدفع في بعض المؤسسات الدفع قبل ثم من بعد ذلك التسليم، في بعض المؤسسات يعني ممكن الدفع التسلم والتسليم. فكثير مننا نحن الان لتخوفنا من مشكلات التجاره الالكترونيه التي ذكرناها سابقا ان كانت تقنيه او غير تقنيه، لا بد من شنو يا جماعه؟ ياتي الينا بالمنتج او الخدمه ونتاكد منها ونفحصها ثم نسلم شنو يا جماعه؟ السعر. يكون كده شنو يا جماعه؟ احنا عملنا كلوز لدوره حياه المنتج او دوره حياه السلعه بصوره اساسيه. وبهذه الكلمات يكون احنا شنو يا جماعه؟ ازدرنا الستار على ما اردنا ان نقوله في اداره سلسله الموردين بطريقه شنو يا جماعه؟ الكترونيا. الى امل ان نلتقي الاسبوع القادم ونكمل من قطع من حديث، لانه نحن الاسبوع القادم برضه حنشتغل ثلاثه محاضرات هي الاثنين والثلاثاء والاربعاء، بكون انهينا المقرر ونترك لكم بقيه الاسبوع القادم للمراجعه والاستفسارات بحيث تدخلون الاختبارات وانتم اكثر يعني يقينا و يعني جلدا وصبرا وتحمل حتى تحقق الدرجات التي ترغبون في الحصول عليها. كل امانينا لكم ان شاء الله بالدرجات العلى وتستاهلوا ذلك لجهودكم. ودائما انا بقول طلاب التعليم عن بعد هم محل نظر، لانه يعني تجاوزوا كل الصعاب واستطاعوا شنو يا جماعه ان يكملوا دراستهم الجامعيه من على البعد، وهذا الامر مشجع وايضا يدخل من خلال الانشطه تحت الاعمال الالكترونيه، يعني من العام انشطه الاعمال الالكترونيه عندنا الالكترونيك هو التعليم الالكتروني او الاي ليرنينج او الالكترونيك ليرنينج او التعليم الالكتروني هو جزء من انشطه الاعمال الالكترونيه والتدريب الالكتروني وخلافه من الانشطه. اختي امل المشعل في حاجات هي ما محتاجه لشرح، فانا قاعد اقول للطلاب يعني نحن هنا بنديك مفاتيح، باقي الاشياء ممكن انت تتهي. وانا نبهتكم ان الاختبار النهائي سوف يكون من الحلقات التي سجلها اخونا الدكتور ربنا يحفظه سعد الوابل، ال20 حلقه هي المعتمده في الاختبار. مذكره خيال هذه للمساعده لكن ما هي الاساس، بتساعدك وانت تعمل مقارنه وتشوف الحاصل شنو ايش بالضبط. ونتمنى لك التوفيق يا اختي امل المشعل. يعني الحاجات اللي انا شرحتها دي يعني ما يعني مش مهمه، يعني ممكن الواحد فيكم يطلع عليها، لان لا نستطيع ان نشرح كل الاشياء الموجوده في المذكره، لان قد يكون كلام مهم وقد يكون ما مهم. والله صعب يا اختي نجوى بكره، انا عندي ارتباطات متعدده، لكن ان شاء الله الاسبوع القادم ننهي المنهج والمقرر بمشيئه الله سبحانه وتعالى. الاختبار وضعناه يا نور، اختي نور وضعنا الاختبار 25 سؤال، احرصوا عليها ان شاء الله بتكون عند متناول الجميع، فقط ركزوا يعني الكلام انا بقوله تنتبهوا له وترجعوا عليه الحلقات المرئيه والمسجله تستمعوا اليها تستصحبوا معكم خيال. عندنا مصطلحات نزلناها، عندنا الاسئله بتاعت الحلقات كلها منزله. ان شاء الله الاسبوع القادم بيكون عندكم تكليف ذاتي ممكن ايضا تحلوه، ودي كلها بتساعدكم وتوريكم الطريقه، وممكن ترجعوا الامتحانات القديمه برضه تحلوها برضه توريكم طريقه الاستاذ، لان انا بدرس المقرر بطعن الامتحانات تقريبا من 1433 يعني تقريبا الان 5 سنوات. وممكن ترجعوا الامتحانات القديمه برضه بتساعدكم تعرفوا الصيغه بتاعت الدكتور بيسال بعض الاسئله كيف. شكرا اختي امل. في اي سؤال ثاني يا اخوان ويا اخوات ايها الافاضل؟ شكرا اختي نجوى.
الله.